بنان، ماذا تفعلين يا حبيبتي؟ أدعو الله يا أمي. وبماذا تدعي الله؟ أدعوه أن أشتري رداء أحمر وحذاء أحمر وقبعة حمراء. نفسي في يوم العيد أن أكون مثل ذات الرداء الأحمر. يا رب يا وهاب، هب بنان بنيتي حبيبتي زي ذات الرداء الأحمر. يا رب يا رب يا أمي. ولكن يبدو أننا سنستمع إلى قصة جديدة تشرح اسم جديد من أسماء الله الحسنى. ماذا تقصدين يا بنان؟ الوهاب يا أمي، أنت دعيت الله الوهاب أن يهب لي زي ذات الرداء الأحمر. نعم يا بنان صدقتي، فالوهاب واسع الهبات والعطايا، يهب ويعطي كل الكائنات من في الأرض ومن في السماء، يعطيهم بسؤال ومن غير سؤال ومن غير انتظار لعوض أو رد. يعطي بسؤال ومن غير سؤال ولا ينتظر الرد. ما أكرم الله عز وجل يا أمي. تعالي يا بنان، سأحكي قصة السيدة مريم العذراء ونبي الله زكريا، ستتعجبين من هبات الله لهم. قل لي شوقي يا أمي لسماع القصة. كان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. ولدت السيدة مريم بنت عمران في أسرة تعبد الله الواحد، وكانت أمها قد نذرت ما في بطنها لله وعبادته. ولما ولدت امرأة عمران ابنتها مريم، أصبحت مريم عابدة طائعة لله، تقضي معظم وقتها في عبادة الله عز وجل. ما شاء الله يا أمي، تقضي معظم وقتها في عبادة الله عز وجل؟ نعم يا بنان، كانت تقضي يومها بين الصلاة والتعبد، وكان يكفلها ويرعاها زوج خالتها سيدنا زكريا، لأن والدها توفي قبل أن تولد مريم. يعني سيدنا زكريا هو من كان ينفق عليها يا أمي؟ نعم يا بنان، وكان كلما يدخل عليها المحراب أي مكان الصلاة يجد عندها طعام وفاكهة، حتى أنه كان يجد فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف عندها في الشتاء. وهنا تعجب سيدنا زكريا وسأل مريم وقال لها: يا مريم، من أين لك بهذا الطعام والفاكهة؟ صحيح يا أمي، من أين تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف؟ عجيبة فعلا. أجابت السيدة مريم على سيدنا زكريا أن هذه الفاكهة وهذا الطعام من عند الله عز وجل، فالله عز وجل كان يهب لها هذه الفاكهة وهذا الطعام. أتقصدين يا أمي أن لم يكن هناك شخص يشتري ويعطي السيدة مريم هذا الطعام؟ لا يا بنان، كان الله عز وجل هو من يهب لها هذا الطعام. سبحان الله الوهاب، يا له من أمر عجيب. انتظري يا بنان، فالأعجب قادم. سيدنا زكريا عليه السلام في هذا الوقت كان شيخ كبير عجوز هو وزوجته، ولم يكن عندهم أولاد لأن زوجته كانت عاقر. عاقر؟ ما معنى عاقر يا أمي؟ عاقر يا بنان أي عندها مشكلة صحية لا تستطيع أن تنجب أولاد. مسكين سيدنا زكريا. لكن عندما رأى سيدنا زكريا هبات الله لمريم وعطائه لها، أخذ يدعو الله عز وجل أن يهب له غلاما جميلة. وكيف يرزق بغلام يا أمي وأنت كما قلت زوجته عاقر وهو شيخ كبير عجوز؟ الوهاب يا بنان إذا أعطى أدهش. بالرغم من كل ما ذكرته، إلا أنه ما أن انتهى سيدنا زكريا من دعائه
حتى نزلت الملائكة تبشره بغلام اسمه يحيى يكون نبيا من بعده. سبحان الله يا أمي، الله وهبها غلام في هذا السن؟ نعم يا بنان، وليس أي غلام، بل غلام يرث النبوة من بعده ويكون نبي. تذكري يا حبيبتي دائما أن الوهاب إذا أعطى أدهش. إذن يا أمي سوف أدعو الله الوهاب أن يهب لي زي ذات الرداء الأحمر. جزاك الله خيرا يا أمي، قصة رائعة، ما أحلاكي من أم. لقد أرشدتني الآن كيف أحقق كل طلباتي وأحلامي بأن أدعو الله الوهاب. أحسنتي يا بنان، وإياك يا حبيبتي، أسأل الله أن يهبك خير الدنيا والآخرة. أما الآن أصدقائنا الأعزاء، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.